هنكمل حوار اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، والله تسمية اعلامية لا اكثر. عايزين نقرب وجهات النظر في مسألة يعني دراسة الوضع على ارض الواقع في سيناء، تمهيدا لوضع رؤية حقيقية جدا وعملية جدا لبداية الشغل الحقيقي في تنمية سيناء الحبيبة. برحب بضيوفي مرة تانية، الدكتورة عبير قاسم عضو المجلس القومي للتنمية المجتمعية التابع للرئاسة، اهلا بيكي دكتوره. دكتور محمد زعزوع عضو المجلس القومي للتنميه المجتمعيه ايضا اهلا بيكي دكتور. ومن اهالي سيناء الناشطه السيناويه المعروفه الاستاذه منى برهومه، اهلا بيكي استاذه منى. والاستاذ اسلام حمدي الناشط السيناوي ايضا المعروف. هبدا مع الاستاذ اسلام، ما خدش فرصته قبل الفاصل على طول. احنا عايزين ما نسيبش الحوار ده الا لما نحط مع بعض رؤيه. يعني انا عاجبني ان انتوا حطيتوا اول محور في هذه الرؤيه، نمرة واحد، عايزين الفريق الرئاسي يروح على أرض الواقع يعايش التجربة هناك. تمام. وأنا من حضرتك من عند حضرتك هنا كنا، أنا كنت بتكلم مع الدكتور أحمد والدكتور محمد زعزوع. الدكتور محمد، مع الأسف. لا. تمام. فأنا بقدم له دلوقتي دعوة من شباب سينا اللي هم في أفضل مني بمراحل، ننتظر إحنا الشاب الجميل ده وإحنا نبتدي ان احنا يعني نضايف، وتشوف بقى كرم السينوية، وتشوف بقى يعني معلش عايزك تتعايش معانا وتبتدي يعني حضرتك ان انت تشوف الوضع بعينك، تحاول حتى كمان تعيش المعاناة بتاعة المواطن السيناوي. وصدقني دكتور محمد هتتغير عندك قناعات كتير. ده هيبقى شرف ليا. انا كنت بقول حتى قبل اللقاء ودلوقتي ان الأهل سينا عليهم حرب من جبهتين. في حرب داخلية من الناس اللي جوه سينا، يعني الانفلات الأمني اللي بيصيبنا في القاهرة بيصيبهم مليون مرة جوه سينا. والحرب التانية من الإعلام، بعض الإعلام اللي بيخلينا نشوف إن السيناوية أو بيخلينا نحس إن هو معظمهم يا تجار مخدرات يا إما عندهم نفق تحت البيت. ما حدش بيشوف الناس العادية اللي بيروحوا كل يوم الشغل عشان يشتغلوا، عشان يحاولوا ينموا بلدهم، يشتغلوا في منظمات المجتمع المدني عشان يحاولوا يقوموا ينهضوا بجودة الحياة بتاعت البني آدم اللي هناك. وده اللي احنا فعلا بنحاول نوصله للناس، ان هو اهل سيناء ده مصريين زينا زيهم، ولو في كويس في الوحش بدرجة اقل بكتير جدا. لو في مجتمع عندهم محتاج تنمية لازم كلنا نساعده، لازم نخلي تنمية تيجي من عنده، ما ندلوش السمك، نعلمه هو ازاي يصطاد السمك. طب ايه رأيك يا دكتور زعزوع في فكرة ان يبقى في مدينة داخل رفح، مدينة جديدة اللي هي رفح الجديدة دي، تضم في محيطها الالف ومتين اسرة دول على اختلاف يعني انت قلتي لي استاذه منى ان في اختلاف ثقافتهم. هو انا بس مختلف ضمنيا عن في النقطه ديت لسبب، زي مثلا لما كان في زمان كان عندنا القاهره في قلب القاهره في وسط عابدين ودان تحرير وهكذا، وكنا عايزين نعمل منطقه جديده، عملنا مصر جديده على اطراف المدينه. وبعدين دلوقتي لما حبينا نعمل مدن جديده عملنا في 6 اكتوبر وعملنا القاهره الجديده، التجمع الخام طبعا، لازم دايما بنطلع بره قلب المدينه عشان نقدر ان احنا نفرد المسطحات السكنيه على مسافات كبيره، عشان نقدر نقدم بنيه تحتيه للمكان دوت، عشان نقدر نبدا نحط خدمات تبقى متوزعه توزيع عادل وسط السكان بتوع المنطقه ديت. مدارس، مستشفيات، عيادات، حضانات وهكذا. اتفضلي دكتوره. معلش يا دكتور محمد اتفضلي. هو بس في نقطه ان احنا دلوقتي لما ننقلها وتبقى لسه برضو جوه رفح نفسها، مش هيبقى هو ده التنميه للمستقبل البعيد. يعني انا من وجهه نظري انه احنا ما نعملش تنميه علشان 5 سنين قدام، عشان 10 سنين او حتى 20 سنة، احنا نعمل طالما هيبقى عندنا الفرصه ان احنا نعمل تنميه تبقى على المدى البعيد، انها تسمح بوجود بعد كده اولادنا واحفادنا ويحسوا فعلا انه في مدينه اتبنت وقدرت انها تستوعب كل بقى عناصر التنميه للمستقبل. لكن لو اتعملت النهارده مثلا في مساحه محدده، هيبقى فين التنميه بتاعتها بكل عناصرها المتكامله؟ هنلاقي مع الوقت ان طب بلاش كده عشان المساحه ممكن ما تكونش هتسمح، او هيبتدي يعني هيبقى امتداد عمراني من وجهة نظري. لكن طبعا هيبقى في النهاية الوضع يعني هتحكمه عناصر كتيرة، سواء عناصر مجتمعية ورغبة المجتمع نفسه واحتياجاته، سواء عناصر أمنية او سواء عناصر اقتصادية. بس انه دايما في التخطيط الاستراتيجي، بما اننا يعني
اعتبر من الخبراء في التخطيط الاستراتيجي، انه الفكره ان احنا لما نعوز نخطط لازم نخطط الحاجه اللي تستوعب اولادنا واحفادنا، ويبقى الرؤيه للبعيد، الحلم البعيد ازاي نحققه النهارده، ونعمل حساب حاجات كتير. غير لما هنقول ان احنا عايزين ننمي منطقه صغيره عليها حدود كتير قوي ممكن توقف عناصر التنمية بحلم كبير. فكان الـ يعني آخر اللقاء كان فيه فكرة انه تبقى مدينة رفح الحلم، ما تبقاش مجرد مدينة هتتبنى او هتستكمل او امتداد عمراني في مكان. هيك فاهمة قصدي؟ طب ايه رأيك يا استاذة في الكلام ده؟ دكتور معتز، كلام الدكتورة يعني انا قد أؤيده. ده كلام ده كلام خبرة بقى. لا يعني تخطيط الاستراتيجي على أرض الواقع. على أرض الواقع نفسه. أنا هختلف مع الدكتورة على الكلام اللي قالته. هي بتقولك هي بتخطط حاجة لأبنائنا وأحفادنا.